القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. ستة اكتوبر بالنسبة لي طبعا وبالنسبة للناس اللي اشتركوا فيهم كلها كانت ذكرى عظيمة تمثلت في ان احنا استطعنا ان نبين للعدو الاسرائيلي انه اسطورة كونه قوة لا تقهر دي اسطورة كاذبة، وخضنا ضده معارك شهد بيها هو قبل اي حد تاني. معركة انا اشتركت فيها في الشرق يوم 6 اكتوبر، معركة بتتمثل اساسا في تعطيل احتياط العدو 6 ساعات باي صورة باي ثمن، الى ان تتمكن قواتنا من انشاء المعابر على القناة حتى تعبر بقية الأسلحة الثقيلة وتدخل مع العدو في معركة متعادلة، دبابات مع دبابات ومدفع مع المدفعية. الحقيقة أنا احتفالي برضو بيوم أكتوبر دوت لأن أنا بعتبر مناسبة 6 أكتوبر مناسبة لم تنجب برجال فقط، ولكن أنجبت أفكار ومبادئ ومفاهيم يجب أن نحرص عليها جميعا ونورثها لمن بعدنا، لأنها يعني قد لا تتكرر حرب مثل ما تمت في حرب أكتوبر. فأنا شخصيا طبعا أنا ساعة يوم 6 أكتوبر الساعة 2 بالظبط إن احنا عندنا أول ناس، كنت شايف القناة عبارة عن هولة طبعا نيران من كل اتجاه، فهذا المنظر برضو عالق في ذهني على طول. فبعديها على طول السنة اللي بعديها حبيت ان انا اروح واشوف نفسي في نفس الموقف الساعة 2 برضو من نفس المنطقة اللي عديت فيها، وفعلا انا الوقت بحرص على ان كل سنة اروح المكان اللي انا عديت منه في الانطرة غرب، والساعة 2 بالظبط ابقى واقف كده واتفرج بقى واقارن بين المنظر اللي انا بشوفه دلوقتي والمنظر اللي بشوفه ساعة 6 اكتوبر. منظر طبعا دلوقتي بيديني احساس قوي ان الحرب ما كانتش يعني عمل بسيط، ولكن كان عمل عظيم نتيجته ان ابسط حاجه القناه اتفتحت، سفن ماشيه في سلام، وده كله كان بفضل الحرب وبفضل شهدائنا اللي ادوا ارواحهم وادوا واجبهم على اكمل وجه.